بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نواصل كلامنا عن موضوع التاريخ الليتورجي لكنيسة الإسكندرية، ودي الحلقة الثامنة نتكلم فيها عن القرن الثالث الميلادي. احنا بدأنا الكلام في الحلقة الماضية عن القرن الثالث الميلادي، وبنتكلم النهاردة تكميل لما سبق أن قلناه. نتكلم عن عنوان هو الملامح الليتورجية لكنيسة الإسكندرية في القرن الثالث الميلادي. يعني بدأت الملامح الليتورجية للكنيسة تظهر ابتداء من هذا القرن. وهنقسم كلامنا إلى اللي ذكره العلامة كليمنطس السكندري، واللي ذكره العلامة أوريجانوس، واللي ذكره البابا ديونيسيوس الكبير في كتاباتهم. يعني الكتابات اللي هم كتبوها فيها إشارات ليتورجية عن الملامح اللي ظهرت في كنيسة الإسكندرية في القرن الثالث الميلادي. نتكلم في البداية عن العلامة كليمنطس السكندري، يعني أنا هنتكلم عن الملامح الليتورجية لكنيسة الإسكندرية في كتابات العلامة كليمنطس السكندري. العلامة كليمنطس السكندري له ثلاث كتب شهيرة. الكتاب الأول اسمه دعوة لليونانيين أو مناشدة لليونانيين، بيتسمى الكتاب ده في بعض المراجع نصائح لليونانيين. ده عبارة عن مقالة بيهدف بيها إلى دعوة غير المؤمنين إلى الإيمان. يبقى أول كتاب عنده اسمه نصائح لليونانيين، دعوة لليونانيين، مناشدة لليونانيين. الكلمة اليونانية بتحمل هذه المعاني. الكتاب الثاني اسمه المربي أو المؤدب، بيداغوغوس، بيعرف في المراجع باسم المعلم. الكتاب ده في ثلاث كتب أو في ثلاث فصول. يعني زمان الكتب القديمة كان يقسم الكتاب إلى كتب، اللي احنا حاليا بنقسمها إلى فصول. فالمربي أو المؤدب مكتوب في ثلاث فصول، وده أبدع ما كتبه العلامة كليمنطس. بيهدف بهذا الكتاب إلى تشجيع الذين قبلوا الإيمان عشان يضعوا حياتهم بين يدي المعلم الإلهي يسوع المسيح، عشان كده بيسميه المربي أو المؤدب أو المعلم، بيقصد به السيد المسيح بصفة أن المسيح هو المربي الشافي. الكتاب الثالث عند العلامة كليمنطس اسمه المتفرقات أو المتنوعات أو البديعيات، استروماتا، بيشرح فيه الحياة الفاضلة اللي يحياها المسيحي حين يبلغ إلى المعرفة الكاملة بالإلهيات. الكتاب ده مليء بإشارات ليتورجية مهمة. دول أشهر ثلاث كتب عند العلامة كليمنطس السكندري. نصائح لليونانيين، المربي بيداغوغوس،
المتفرقات أو البديعيات استروماتا. لاحظ أن الكتب دي بتتكلم بالتدرج، بتاخد إنسان غير مسيحي تعلمه إزاي يبقى مسيحي، وبعدين المسيحي تعلمه إزاي يعيش حياة فاضلة بعد إيمانه بالمسيح. العلامة كليماندس السكندري له كتاب اسمه وصف المناظر. الكتاب ده في اليوناني اسمه في اليوناني بيعني الأوصاف العامة، يعني ممكن نسميه الأوتلاينز سكتشز. لكن يوسابيوس القيصري، الأسقف يوسابيوس القيصري المؤرخ في تاريخه الكنسي بيسميه وصف المناظر. يعني ايه وصف المناظر؟ كتاب فيه وصف موجز لجميع أصفار الكتاب المقدس القانونية، بالإضافة إلى رسالة برنابا اللي احنا ذكرناها في أحد الحلقات أو إحدى الحلقات الماضية. بيقول في الكتاب ده إيه؟ ليس هذا المؤلف كتابا لمجرد التظاهر، ولكن ملاحظاتي قد ادخرت لزمن الشيخوخة خشية النسيان. هي صورة لم تمسها يد الفنان، وهي مجرد تسجيل بسيط غير مزوق للكلمات الحية القوية التي كان لي حظ سماعها، وتصوير لأشخاص مباركين بارزين، وقد حافظ هؤلاء الأشخاص على التقليد الحقيقي للتعليم المبارك المسلم مباشرة من الرسل القديسين بطرس ويعقوب ويوحنا وبولس، إذ كان الابن يتسلمه عن أبيه، وقليلون هم الذين شابهوا آباءهم حتى وصل إلينا بإرادة الله لنحافظ على هذه البذار الرسولية. الملاحظة دي اللي بيقولها العلامة كليماندس السكندري ربما لما يقراها الإنسان العادي ما يحسش بأهميتها، ولكنها عند الدارسين بتركيز للتاريخ الليتورجي للكنيسة والتاريخ الأبائي في غاية الأهمية. ليه؟ لأنها بتعد من جهة أول سابقة من نوعها في كنيسة الإسكندرية لمحاولة صياغة التقليد الشفاهي المسلم إليها بدءا من الآباء الرسل، أي أننا الآن في الفترة الزمنية الحرجة والتي ينتقل فيها التقليد الشفاهي إلى التقليد المكتوب لحسب كلام العلامة كليماندس السكندري. يعني تقليد شفاهي كان بيتوارثه الأبناء عن الآباء غير مكتوب، لكن عند كليماندس بدأ يكتب هذا التقليد الشفاهي. ديت أحد الأسباب اللي بتخلي هذه العبارات في غاية الأهمية بالنسبة لنا. من جهة أخرى، كل معلم في الكنيسة بيستمد أصالة تعليمه واستقامة تعليمه مما قد تسلمه من السلف رجوعا إلى الآباء الرسل، وهكذا فعل كل آباء الكنيسة. هو ده التقليد اللي حفظته الكنيسة جيلا بعد جيل. يعني أي إنسان بيعلم في الكنيسة وما يستمدش أصالة تعليمه واستقامة تعليمه مما قد تسلمه من السلف رجوعا إلى الآباء الرسل
زي ما عمل كل آباء الكنيسة، يبقى تعليمه تعليم مشكوك في صحته، لأنه لا ينتمي إلى تقليد الكنيسة الآبائي. وهو ده التقليد اللي حافظته الكنيسة جيلا بعد جيل، عشان كده احنا بنسميها كنيسة تقليدية، يعني تحافظ على التعليم المسلم إليها من الرسل مرورا بالآباء والمعلمين والأساقفة إلى آخره. من كتابات العلامة كليماندس السكندري بتتضح لينا الممارسات الليتورجية التالية. بنتعرف في بداية القرن الثالث الميلادي ومن كلام العلامة كليماندس السكندري على أوقات محددة للصلاة في ساعات الثالثة والستة والتاسعة، كما في ساعة الاستيقاظ من النوم، وأيضا قبل الإيواء إلى الفراش في الليل، وكذلك أيضا الصلاة أثناء الليل. يعني واضح هنا أن صلوات السواعي بدأت تبان في هذه الكتابات المبكرة في القرن الثالث الميلادي. والعلامة كليماندس السكندري امتدح عادة صلاة المساء، ولكن محدش يقدر يحدد إن كان يقصد بذلك صلاة فردية خاصة أو خدمة عامة يومية بيجتمع فيها الشعب بأكمله في الكنيسة. لم تصلنا في القرن الثاني الميلادي أي إشارات تختص بصلوات السواعي في الكنيسة المسيحية. كل ما نعرفه منذ أواخر هذا القرن جانا عن طريق العلامة كليماندس السكندري، لأنه عاش في الفترة من 150 إلى 215 ميلادية، حيث يذكر أن ممارسة الصلاة في سواعي محددة من اليوم ظهر في كنيسة الإسكندرية مبكرا جدا. ودي أول إشارة تجينا من كنيسة الإسكندرية عن تحديد سواعي للصلاة على مدى اليوم. ولكن بيتضح من كلامه، وانتبهوا للنقطة الجاية دي، أن صلوات السواعي الصغرى اللي هي التالتة والستة والتسعة لم تكن قد بدأت في كنيسة الإسكندرية حتى ذلك الوقت. هنا بنأكد اللي قاله بعض علماء الليتورجية زي الأب براتشو مثلا، بأن أصل صلوات الساعات التالتة والستة والتاسعة مش إسكندري الأصل، حيث تظهر لنا بعض المصادر المصرية المبكرة، ولا سيما عند العلامة أوريجانوس، وجود أربع أوقات للصلاة في الصباح. ده اللي هو التقليد السكندري، أن التقليد السكندري المبكر بيقول هناك أربع أوقات للصلاة في الصباح والظهر والمساء والليل، وهو النظام الوثيق الصلة بالتقليد اليهودي وممارسة الأسينيين، في حين أن مصادر شمال إفريقيا وعند العلامة ترتليان أيضا تشير إلى ساعات صلاة في الصباح والتالتة والستة والتسعة والأغابي اللي هي المحبة، موائد المحبة، صلاة المحبة، والمساء والليل. يضيف التقليد الرسولي، كتاب التقليد الرسولي لهيبوليتوس، إلى تقليد شمال إفريقيا بيضيف ساعة صلاة أخرى بتكون عند صياح الديك. يعني صلاة
الظهر في الطقس المصري المبكر صلاة الظهر، في الطقس الإسكندري أصبحت هي صلوات الثالثة والستة والتاسعة في التقاليد الأخرى. ولا يوجد مصدر كنسي واحد يقدم لنا فقط صلاتي الصباح والمساء كساعات للصلاة في الكنيسة في عصرها المبكر. ملخص الكلام اللي فات إن التقليد السكندري بيحفظ أربع أوقات للصلاة: صباح والظهر والمساء والليل، لكن التقاليد الأخرى غير السكندرية بتضيف في الظهر سواعي التالتة والستة والتاسعة. ده ملخص الكلام اللي فات. بيتحدث العلامة كليمندس السكندري أيضا عن كيفية الاستعداد للذهاب إلى الكنيسة وما يلزم الانتباه إليه في أثناء الطريق إليها، وكيفية الترائي أمام الرب فيها في الكنيسة. ويخلص في قوله، يقول يعني بيلخص كلامه اللي هنقوله دلوقتي: إلى نظرة المسيح إلى الكنيسة كمعيار حقيقي يقيس به المسيح سلوكه. يقول النساء والرجال عليهم أن يذهبوا إلى الكنيسة بهدوء ونظام وسكون، وفيهم محبة صدقة، أطهار بالجسد وأطهار بالقلب، لكي يكونوا لائقين للصلاة أمام الله. وعلى النساء بوجه خصوصي أن يلتفتن إلى ذلك بالأكثر، ولتكن المرأة كلها مغطاة، لأن ملبسها أمر خطير ويحميها من نظرات الناس، والتي تضع التواضع أمامها لا تسقط أبدا. وهكذا كل من كرس نفسه للمسيح عليه أن يسلك خارج الكنيسة بنفس السلوك الذي كان عليه داخلها. ده في كتاب المربي بيقول هذا الكلام. يعني تخيلوا لو أخذنا العبارة دي فقط: كل من كرس نفسه للمسيح، يعني أصبح مسيحي، عليه أن يسلك خارج الكنيسة بنفس السلوك الذي كان عليه داخلها. وبيقول كمان: قيل لنا إنه يتحتم علينا ألا نتقدم إلى الذبيحة أو الصلوات إلا ونحن مغتسلون وفي نضارة وبهاء. قال الكلام ده في كتابه المتفرقات. كمان عندنا أول إشارة واضحة عن استخدام كلمة بخور في الصلوات الليتورجية، إلا أن النص اللي هقوله دلوقتي للعلامة كليمندس السكندري لا يفيد بأنه قد تم استخدام البخور فعلا كمادة في الصلوات الطقسية حتى ذلك الوقت، أي يظهر لأول مرة في كنيسة الإسكندرية استخدام كلمة البخور في طقوس الصلوات فيها بدون البخور ذاته كمادة. فبيقول: إن كنا نقول في الكنيسة، يعني إن الرب كرئيس كهنة أعظم يقدم إلى الله بخورا ذا رائحة زكية، فلنتصور أن ذلك يعني ذبيحة وبخورا زكي الرائحة، لكن ينبغي أن نفهم أنها تعني أن الرب يصنع ذبيحة المحبة المقبولة كرائحة روحية عطرة على المذبح.
ده في كتابه المربي، هنا إشارة إلى البخور، ولكن ما نقدرش ناخد هذه الإشارة عشان نثبت بيها إن كان البخور بيستخدم في الصلوات الطقسية حتى ذلك الوقت. كمان بيتكلم العلامة كليماندس السكندري عن استقرار الدرجات الكهنوتية الثلاث في كنيسة الإسكندرية منذ هذا الوقت المبكر من تاريخها، وهي درجات الأسقفية والقسيسية والشماسية. كما يتحدث أيضا عن صلاة الشكر، ثم عن قراءات من فصول كتابية في الكنيسة يتبعها العظة، ويتحدث أيضا عن القداس الإلهي، ثم عن التسبيح أثناء التناول، ثم عن البركة الختامية. يقول إيه؟ بحسب رأيي أن الدرجات في الكنيسة التي للأسقفة والقسوس والشمامسة هي اقتداء بالأمجاد السماوية وبالتدبير الذي يقول عنه الكتاب إنه ينتظر أولئك الذين يتبعون خطوات الرسل الذين عاشوا في كمال البر بحسب الإنجيل، فإنهم سيخدمون أولا شمامسة، وحينئذ يحسبون أهلا أن يكونوا قسوسا بتغيرهم من مجد إلى مجد حتى يبلغوا إلى إنسان كامل. وإن الضمير الصالح يحتفظ دائما بتقديس الله والبر تجاه الناس، حافظا النفس طاهرة بأفكار لائقة وكلمات نقية وأعمال فاضلة، وهكذا ينال الإنسان قوة من الله، فتجتهد النفس لتكون حسب مشيئة الله، حيث لا يكون لديها شيء نجس إلا الجهالة والعمل ضد الحق، معطية الشكر لله في كل حال بالاستماع للبر والقراءة الإلهية وبالدراسة الصادقة وبالصعيدة المقدسة، الصعيدة المقدسة ده هي القداس الإلهي، وبصلاة البركة بالتسبيح والترتيل والبركة والحمد. مثل هذه النفس لا يمكن في أي وقت أن تنفصل عن الله. الكلام ده قاله في كتابه المتفرقات، وأنا بظن أن كلامه عن إعطاء الشكر لله في كل حال دي إشارة إلى صلاة الشكر اللي احنا بنصليها لحد النهاردة، واللي بتبدأ بقولنا فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله، لأن هذه الصلاة هي صلاة صحيقة في القدم. نصها اليوناني القديم يدعم هذا الأمر، كما أن العلامة كليماندس السكندري في موضع آخر من كلامه بيقول عن صلاة المسيحي: صلاته تكون شكرا على ما فات، وشكرا على الحاضر، وشكرا على الآتي. وهو يقابل ما نقوله في صلاة الشكر: نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال. ونكمل كلامنا في الحلقات القادمة إن شاء الله، ولربنا المجد الدائم إلى الأبد. آمين.